قرآن يتلى بين الكعبة والكوفة، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة، إنا أنزلناه في الكعبة قرآناً علياً. يوفي بالنذر ويطعم الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. باب الله ومدينة رسول الله فاروق بين الحق والباطل. قال المرجفون: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فأجابهم الرسول: إنما هو وليكم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة مع الراقعين. إنه سيف الله وذو فقاره في بدر وحنين. وحين زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، انبلج عمود النصر على يديه، فهزم الأحزاب وقتل العامري. ويوم خيبر اقتلع باب الغدر بعدما كبر على صدر مرحب. هو خير البشر ومن أبى فقد كفر، ولكن المنافقين اتخذوا آيات الله هزوا. نادوا أشقاها فخضب شيبته من دم رأسه، وهنالك نعت السماء مصيبة الأرض صارخة، تهدمت والله أركان الهدى. قتل علي المرتضى، ولكننا رفعناه مكانا عليا، وقبضناه في الكوفة قرآنا وصيا.